والله زي ما بقول لكم كده بالظبط. انت كنت شايع على كده بقى يا بابا. اسكت اسكت، ده ما تعرفش حاجه، ده انا كنت مقطع السمكه وديلها. طب وعملت ايه تاني يا بابا؟ عملت ايه تاني؟ قولي لي عملت ايه تاني. بص يا سيدي، طب قومي علاء شوف مين على الباب، قومي شوف مين على الباب الاول وبعد كده اما تيجي ابقى احكي لكم. حاضر يا بابا. ايوه ابن الكلب يا واطي، هو في حد بيطلع يقول لحد؟ ايوه يا واطي انت يا واطي. امال اقول لهم ايه يا جدي؟ هتقول ايه؟ هتقول ايه يعني؟ هتقول مين؟ حاضر يا جدي، المره الجايه ان شاء الله. المره الجايه ايه؟ وانا لسه استنى المره الجايه عشان تعمل معايا نفس النظام. انا لازم اشوف دلوقتي. يلا اقفل دلوقتي ولا ما اشوف. ماشي ماشي ماشي. كان مين يلا اللي بره؟ ده جدي يا بابا. ايه جدك؟ طب انت بتقفل الباب في وشه ليه؟ افتح له. ما هو اللي عايز كده يا بابا. اعمل ايه يعني ايه؟ مين؟ مين؟ ايه ده؟ جدي؟ في ايه تاني؟ انت بتقول لي يا جدي حاف كده؟ امال انت عايزني اقول لك ايه؟ جدي بالمكسرات يعني ولا ايه؟ انت هتهزر ولا ايه؟ يلا وسع عليك عشان عايز اخش. وسع لي. حاضر اتفضل اتفضل. ابويا اللي وحشني. عامل ايه يابا؟ ايدك تقيلة زي ما هي يا حاج. اتفضل اقعد اتفضل اتفضل. مالك يا لؤي خايف ليه كده؟ علشان انت ضربتهم كلهم ومش فاضل غير انا بس اللي ما اتضربتش. فالدار هيبقى عليا انا، عشان كده انا خايف منك لتضربني. لا لا ما تخافش يا لؤي، انا مش هضربك ولا همد ايدي عليك، ده انت حبيبي يا لؤي. والله حبيبي اكيد حبيبي. هات بقى 50 جنيه. لا لا خلاص خلاص مش عايز مش عايز خلاص خلاص. هو ايه؟ لا مش عايز الوقت ده، هديك ال 50 100. والله والله انت مش مصدق كمان ولا ايه؟ اهي خد. ايه ده؟ ده 100 جنيه بجد؟ ده 100 جنيه بجد؟ حبيبي يا جد حبيبي حبيبي. وانا يا جدي وانت ايه؟ عايز 100 جنيه زي لوقا. انت عارف احنا لقيناك ازاي يا ابني؟ ازاي؟ احنا لقيناك قدام باب جامع، كنا رايحين انا وابوك عشان نسال الشباشب يوم الجمعه، ولقينا قفه كنت انت فيها ولوقا. صح؟ انت غبي يالا. صح صح معلش معلش. كمل طيب كمل. وكان نص كيلو جبنه قريش، سمعت انا في الجبنه قريش يالا، وخلصت في ساعتها. يعني كده يا بابا؟ يعني كده ايه؟ يعني انت بابا لقيته قدام باب جامع ومش عايز تقول لي؟ ماشي ماشي يا بابا ماشي ماشي ماشي. ايه وخارق ايه؟ خد يالا انت يالا خد. عاجبك كده؟ اهو صدق ومشي. مالك في ايه؟ يمين في شمال يا حق. يمين في شمال يمين في شمال. بسرعة بسرعة. شكلك كده تقيلة كرومب ولا ايه يا حاج؟ هو فين جدي؟ عايزه ليه؟ هو فين بس؟ في الحمام. ماشي. هو ماله ابن الكلب ده؟ ما انا ابن الكلب عشان انا مش ابنك. ما انا كنت ابنك من تصرفات فيا. ماشي بس بعد اذن ما تغلطش في ابويا. ماشي ما تغلطش في ابويا. لا كده الواد شكله اتجنن، ربنا يستر. ولا خد يلا. بص بقى يا جدي. هبص ايه يا ابني وزفت ايه؟ انت مش شايفني انا بعمل ايه؟ انا اسف بس الموضوع مش مستحمل تأجيل. اقول لك ايه؟ انا مش فاضلك دلوقتي. بس بص يا جدي انا لازم اعرف انت لقيتوني عند انهو جامع. يا ابني امشي من هنا دلوقتي، ما هو مش وقته. لا وقته يا جدي. طب يلا امشي من هنا دلوقتي. يلا يلا امشي من هنا، ولما اطلع بعرفك بكل حاجه. يلا امشي. طب قول لي يا جدي، هو انت ليه فضلت الجبنه القريش عني؟ علشان تقلي دم امك ده. طب وانت عرفت منين بقى ان انا دمي هيبقى تقيل؟ يا ابني انت غير امشي من هنا بقى دلوقتي وارحمني. لا انا مش همشي من هنا يا جدي غير لما اعرف اللي بره ده يبقى ابويا ولا لا. طب ماشي انت مش هتمشي بالذوق، انا همشيك بالعافيه. انت اللي جبت لنفسك بقى يا حيوان انت. شكرا يا جدي.
انت مين يا ابني انت؟ انت حرامي؟ مين؟ انا؟ لا. امال انت مين؟ هو انت مالك انت؟ هو انت حرامي؟ لا. امال انت مين؟ انت مالك انت؟ انت عايز ايه يعني يا حاج؟ عايز ايه؟ لخص كده وانا عايز ايه؟ قلة الادب بتاعتك دي يا ابن الكلب يا واطي، انت في ايه؟ ايه ده؟ انت بتغلط فيا؟ لا بقول لك ايه، انت راجل كبير وقلنا ماشي، بس تغلط فيا؟ لا ما اسمحلكش، ده انت يومك مش هيبقى معدي النهارده. انا يومي مش معدي؟ هو الزمن جرى فيه ايه؟ هو الزمن بقى ماشي بالمعكوس يا ابني ولا ايه؟ خد يلا خد يلا انزل جاي، خد تعالى جاي. عايز ايه؟ عايز ايه انت بقى؟ عايز ايه؟ ده انا هعلمك الادب دلوقتي يا واطي انت، عشان تحترم نفسك بعد كده، تعالى لي. الحقني يا ابو الصحاب الحقني. ايه ده؟ انت مالك انا متعلق ليه كده؟ الراجل اللي واقف هناك ده يا عم هو اللي عامل فيا كده، الحقني يا ابو الصحاب. ايه ده؟ جدي؟ ليه كده يا جدي؟ ده عيل قليل ادب ومش متربي، وانا ربيته. بس برضه ما ينفعش انت عملته ده يا جدي، ده ضيف عندنا يعني ما ينفعش كده. ما هو كرام الضيف دفنه، بس انا لسه ما دفنتوش، بس لسه هدفنه. دفنه يا جدي؟ انا زهقت والله. انت مش عاجبك كمان؟ طب تعالى لي بقى. انت تفتكرني هسيبك؟ والله ما هسيبك يا حيوان انت، انت خلاص اتحبست انت والحيوان ده، اتشهدوا على نفسكم يا كلب انت وهو، تعالولي. يا جدي والله ما ينفع اللي انت عامل فيه ده، والله العظيم ما ينفع اللي انت عامل ده والله. اسكت يلا ما اسمعش صوتك. شكرا يا ابو الصحاب، شكرا. يا عم تقعد ساكت بقى، اقعد ساكت ما تفتحش بوقك، مش عايز اسمع صوتك، ما كل ده بسببك انت. خلاص ماشي يا عم انت مش هتكلم، خلاص ماشي. في ايه؟ على فين كده يا جدي؟ هروح بقى يا ابني، خلاص بقى كفايه عليا كده. ايه مروح؟ طب انت هتروح وبعد سنه متعلقين كده؟ ما تنزلني يا جدي، ما ينفعش كده نزلنا. لا مش هنزلكم، خليكم متعلقين انت والكلب ده عشان بعد كده تفكر تحميله. يلا يا كلب انت وهو. هو ايه اللي مش هتنزلني يا جدي؟ مفيش حد في البيت خالص، مفيش حد في البيت، تعالى نزلني والنبي. يا نهار اسود. يا اما الحقيني.